فذاكر عم يذكر الله. أتاه وارد، وارد يرد على القلب، ودائما الواردات على القلب من الأوراد. ما دام إلك ورد في إلك وارد، أما إذا ما لك ورد ما لك وارد. من لا ورد له لا وارد له. ما دام في ورد في وارد. هالوارد الذي يأتي ممكن أن يأتي وارد فاني يتغير، ممكن أن يأتي الوارد باقي. الوارد الباقي مثل هذا الوارد اللي أتى، هذا وحدة من الوحدات. أحد عم يذكر، هو عم يذكر أتى الوارد إلى القلب. أنت عم تذكر الله، كيف أذنبت مبارح الذنب، كيف ارتكبت اليوم الخطيئة، كيف تكلمت اليوم هالكلمة هي. بيعاتب نفسه هو في حالة الذكر، عم يعاتب نفسه. فممكن وقت الذكر كله يمضى بالمحاسبة، وهذا قرب إلى الله. المحاسبة تقرب إلى الله، هذا ما انشغال عن الذكر، هذا من روح الذكر. حاسب نفسه على الكلام، على العمل، على الالتفات، على النظرة، فتم عم يحاسب نفسه. فعندها النفس تقهر، وهو أعظم مقام في سلوك الطريق قهر النفس. وجاهدوا في الله حق جهاد، هذا الجهاد. فإذا قهرت النفس منعت عن شهواتها وملذاتها وميولها وأهوائها، ما عاد إلى هالميول، أصبحت هذه النفس مقهورة. وإذا قهرت النفس بنبت في القلب نبات الاستقرار في المحاسبة، تستقر المحاسبة في النفس في القلب. النفس فنيت وماتت، وظهر من القلب عرق المحاسبة، فبتم عم يحاسب نفسه حتى تنتقل المحاسبة إلى المراقبة. والمحاسبة المراقبة إذا كانت من أساس المحاسبة تبقى مع الإنسان في كل أحواله، في طعامه وشرابه ومنامه وسلوكه، دائما تبقى المراقبة. أما إذا المراقبة كانت من طريق ذكر من غير محاسبة، فالمراقبة تغيب وتأتي، تغيب وتأتي. في فرق بين واحد مراقب بالأربعة وعشرين ساعة، 24 ساعة، بين واحد بالمراقب بالأربعة وعشرين ساعة خمس دقائق. هذا مراقب وهذا مراقب. المراقبة الدائمة هي التي تكون عن المحاسبة اللازمة في النفس. حاسب نفسك ماذا تكلمت. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها أبعد مما بين السماء والأرض، في جهنم، يهوي بها في جهنم أبعد مما بين السماء والأرض. كلمة حكاها، كلمة ما انتبه إلها، صار من وراء سفك دماء، أو صار من وراها قتل، أو صار من وراها فضيحة، أو صار من وراها كشف ستر. فيهوي بها أبعد مما بين السماء والأرض. شلون حكيت الكلمة؟ ليش ما راقبت نفسك عند هالكلمة؟ وين ذكرك؟ الله معك، الله. فبيراقب نفسه، فبيتم دائم بعض أوقات بيبكي، بيبكي من المحاسب لنفسه، بصير بيبكي. هنيئا لك، هذه الدمعة التي تحرمك على نار جهنم. هذا الذاكر يا ابني،